السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear pupils of primary 6. How are you today? I hope you are fine. Welcome to a new episode of your school. حلقة جديدة من السكولة والقطر بتاعنا يمشي بسرعة جدا. النهاردة طبعا وصلنا لجزء نمبر 4 visiting a film stadium ومعانا lessons number 3 and 4 focus time and practice time. تعالوا مع بعض نشوف احنا هنتعلم ايه النهاردة. ونبدأ مع بعض نشوف ظروف التكرار اللي هنتكلم عليها. وما دام بنتكلم على تكرار يبقى احنا بنتكلم على the present simple. نبدأ نشوف في الأول معانا always. بنستخدم كلمة always بمعنى دائما لما بنعمل الفعل دوان بنسبة 100%. usually وأحيانا تتنطق usually، بنستخدمها طبعا لما بنعمل الفعل دوان بنسبة 80% عادة. نمبر 3 هنلاقي عندنا often واحيانا نسمعها often واحيانا نسمعها of، بس احنا نعتمد طبعا الايه الاسم بتاعها often، يعني the letter t هنا has no sound. بنستخدم often بمعنى غالبا لما بنعمل الفعل دون بنسبة 70%. لاحظوا كده ان النسب اللي موجودة عندي، يعني انا مثلا بقول 100% و80% و70% ده هنا تعتبر نسب إيجابية، يعني ما بتديش معنى النفي. إيه كمان عندنا من ظروف التكرار؟ sometimes أحيانا لما بنعمل الفعل دون بنسبة 50% وده برضو يعتبر بالإيجاب. طيب عندنا هنا hardly ever أنا بعمل الفعل بنسبة 10% ده نادرا، يعني بيديني هنا حاجة بنسميها ايه السلب. وهنشوف كلمة hardly ever بنستخدمها طبعا في الإجابة امتى. never أبدا أنا ما بعملش الفعل دون. هتخلي بالنا ان hardly ever ونيفر بنستخدمهم في الإجابة على سؤال هل في زمن المضارع البسيط اللي بيبدأ بدو أو بدز، بس لما بجاوب بإيه؟ أيوة very good، لما بجاوب بنو. احنا هنتفق على نقطة، اي جملة الانجليش بتكون محتاجة فعل مساعد، تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي الفعل بينقسم helping verb ومين verb الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي دون عشان معناه يكون واضح بيحتاج فعل مساعد. الفعل الرئيسي زي play زي run زي swim زي eat. طيب in the present simple في زمن المضارع البسيط بيحتاج مين كفعل مساعد عشان يوضح معناه؟ بيحتاج do او does. انا بيبقى عندي هنا اما دو او داز. طب امتى استخدم دو؟ على حسب الفاعل، لما بيكون عندي اي يو وي وذي نستخدم طبعا الفيرب المساعد دو. طيب امتى هستعمل هنا داز؟ لما يكون عندي طبعا مفرد غائب هي شي ات. طيب هل انا بجيب في الجمله اللي موجوده عندي دو او داز صريحه في الجمل الخبريه؟ لا ما بجيبهاش. طب ادينا مثال. مثال انا بروح المدرسه كل يوم I go to school every day. تعالوا نشوف الجمله. subject هنا I وعندي هنا go. جونا كفيرب موجود عندي مش فعل مساعد. طيب انا عايز اوضح معناه، هل الفعل جو هنا في اي اضافات؟ ما فيهوش اي اضافات، تمام. بس كان اصل الجمله دي بتقول ايه؟ I do go to school every day. انا الاسهل في تعامل في الجملة ان انا اقول I go to school every day or I do go to school every day. هلاقي ان انا عندي number one اللي هو I go to school every day. طب احنا هنا عملنا ايه؟ انا هنا حذفت دو عشان التخفيف، عشان الايه؟ التخفيف. طيب هل لما حذفت دو هل انا بضيف للفعل جو اي حرف زيادة؟ لا طبعا. يعني انا دلوقتي هنفرض مثال ان I we فاعل you والفاعل وي والفاعل ذي بيروحوا طبعا المطعم علشان ياكلوا مين؟ the verb.
هياكلوا الفيرب ده وليكن مثلا زي run زي swim زي go. لما بيروحوا طبعا بياكلوا الفيرب تمام، بيتقدم لهم الفيرب ده في طبق كده، ما بضيفش اي حرف زياده في نهايه الفعل ده تمام. طيب امتى بنستخدم does؟ قلنا لما يكون عندي الفاعل هي شي ات. طب احنا هنقول نفس الجمله دي بس الفاعل هنا هيبقى ايه مختلف. يعني مثلا زميلنا علي goes to school every day. عندي subject علي وعندي verb موجود في الجملة go ضفتله es، وعندي طبعا to حرف جر، school اسم مجرور. اوكي طب هل انا هنا عندي فعل مساعد؟ لا ما عنديش فعل مساعد، بس الجملة هتحتاج فعل مساعد علشان سؤال هل وعلشان طبعا النيجاتيف النفي. طيب انا لما ببص للجملة الفاعل بتاعها مفرد غائب زي علي والفعل محطوط له اس او اي اس او اي اي اس، في الحالة دي بجيب مين؟ ايوه فيري جود، بجيب داس كفعل مساعد. يعني الجملة دي كانت بتقول علي داز جو تو سكول امتى؟ ايوه افري داي. طب تعالوا نشوف الجمله دي الاسهل في النطق، ان انا اقول علي جوز تو سكول افري داي اور علي داز جو تو سكول افري داي. هلاقي طبعا ان الجمله نمبر 1 هي الجمله بالنسبه لي اللي تعتبر ايه اسهل، ولكن انا بحتاج داز عشان نعمل سؤال هل وعشان نعمل سؤال بعدات ايه استفهام وعشان نعمل طبعا النيجاتيف نفي الايه الجمله. طيب يعني انا عايز اقول لما يكون عندي الفاعل مفرد غائب هي شي ات، دول بيروحوا طبعا المطعم علشان هياكلوا ذا فيرب. اوكي زي مثلا جو زي بلاي زي ووك. انا هنا في الحاله دي لازم اضيف للفيرب ده وان اس اور اي اس اور اي اي اس. طيب نطلع برضو نقطة، ان انا لما يكون عندي الفيرب المساعد دو واجي هنا اعمل نيجاتيف احط بعدها نوت، وطبعا دو نوت بنختصرها دونت. في نفس الوقت لما يكون عندي داز هضيف بعدها اداة النفي نوت، وهنقول هنا ايه ايوه فيري جود، هقول هنا doesn't. طيب احنا النهارده اتكلمنا على ظروف التكرار. ظروف التكرار بيكون ليها مكان في الجملة على حسب الفعل اللي موجود في الجملة. لو أنا عندي فعل مساعد زي is أو are كي was، لو أنا عندي فعل رئيسي زي walk زي جو زي ران، انا هيكون عندي ظرف التكرار زي مثلا always or sometimes often، هيكون مكانه فين في الجملة؟ لو كان عندي number one فعل مساعد هضطر ان انا احط ظرف التكرار بعد الفعل الايه المساعد. جاء ولي امر بيشتكي طبعا ان ابنه زعلان من المستر، فانا بقول له انا دايما الاقيه متاخر عن الحصه بتاعتي، فهقول له هنا هي از اولويز ليت. فانا هشوف هنا عندي always جبناها بعد مين؟ بعد is. طب ليه ما جبناهاش قبل is؟ لان is طبعا helping verb. واحد تاني بيتكلم على نفسه ان هو طبعا منتظم وبيروح المدرسة في الميعاد، فبيقول I always go to school on time
صاحبنا اللي كنا زعلانين منه طبعا بعد ما اتفق مع المستر ان هو ايه على طول، فبقى دلوقتي بيقول ايه I never go to school late. بقى بيروح في الميعاد بالظبط. طبعا always. نشوف أمثلة طبعا على الفعل وير يرتدي والفعل ويرز. فعلين هنا عندي present simple، طب هنا الفعل ده ما فيش في آخره اس، وهنا الفعل ده في آخره حرف الايه الاس. طيب شوف كده وير ويرز، listen listens، put puts، sign signs، drive drives، like likes. لو جينا بصينا الافعال زي wear listen put sign drive like، هيبقى الفاعل بتاعها مين؟ ها ايوه very good، هيكون الفاعل هنا مين؟ I. ها مين تاني؟ you، we، they، المفرد المتكلم وضمائر الجمع. طيب بالنسبه للفعل اللي ضفنا له اس زي ما قلنا في البدايه او اي اس او اي اي اس، هنلاقي طبعا الفاعل هنا مفرد غائب هي شي اور ات. فول فولز، جيت جيتس، توك توكس، ايت ايتس، تيك تيكس. تمام، الافعال اللي موجوده زي فول جيت توك ايت اند تيك، مفيش طبعا اي اضافات في نهايه الفعل، يبقى لازم يكون الفاعل عندي مفرد متكلم زي اي او ضمير الجمع يو وي ذي. انما الافعال ناحيه اليمين زي فولز جيتس توكس ايتس تيكس، لازم يكون الفاعل مفرد غائب هي شي ات. ليف ليفز طبعا النوع الثاني من الافعال زي have I have you have we have، but when we talk about he she it هنقول ايه he has she has it has. يبقى الفعل هنا have مع المفرد المتكلم وضمير الجمع have مع المفرد الغائب he she it، بقى الفعل هنا ايه اسمه has، يمتلك او عنده. طبعا verb to be I am، انما لما يكون عندي طبعا الفاعل مفرد غائب هي او شيء ات هيكون عندي الفعل از يكون. فور اكزامبل اي اولويز لسن تو ميوزك، طبعا لسن تو يستمع بانصات، انما لو قلنا الجمله دي وغيرنا الفاعل من اي لهي هنقول هي اولويز لسنز تو ميوزك، ميوزك هنضيف للفعل لسن في نهايته حرف الايه الاس. اي اولويز ميك فريندز، ميك، we always make friends، ظرف التكرار هنا always قبل الفعل الرئيسي اللي في الجملة. they always make friends، you always make friends. نغير بقى الايه الفاعل لمفرد غايب هي she it، he always makes، ضفنا حرف الايه الاس. طب هنا الاس دي ايوه بدل الفعل المساعد اللي هو does. لو جينا نشوف هنا ميكس هنلاقي ان هي عباره عن فعلين اللي هما ايه داز، وبعد داز طبعا بجيب الانفينيتيف الفعل في المصدر اللي هو ميك، وهنشوفها طبعا في سؤال هل شي اولويز ميكس فريندز. اضفنا للفعل ميك حرف الاس لان الفعل طبعا مفرد غائب شي، وهنا جبنا ظرف التكرار اولويز قبل الفعل ميك. ات اولويز ميكس فريندز طبعا ات مفرد غائب، اضفنا للفعل ميك حرف الاس، وطبعا ظرف التكرار قبل الفعل اللي موجود عندي في الجمله. متفقين طبعا اس اي اس اي اي اس بدل الفعل المساعد does. I eat meat for example، طبعا هنا الفعل eat ما ضفتلوش اي حرف زياده،
We eat meat. They eat meat. طبعا احنا بنضرب امثله لزمن المضارع البسيط مع اختلاف الفاعل. You eat meat. انما مفرد غائب he eats, she eats, and it eats. ثلاث امثله او الاربع امثله اللي الفاعل بتاعهم all, you, we, they اللي هو الفعل eat. اما نيجي نتكلم عليه هنقول ان انا عندي فعل مساعد حذفته عشان التخفيف اللي هو do, وادي المصدر اللي هو eat. ولما نيجي ننفي طبعا هنقول don't eat. بالنسبه لثلاث ضمائر هي شي ات مفرد غائب, قلنا الفعل هنا لازم نحط له حرف الايه الاس eats اللي بتساوي does eat, وفي حاله النفي بنقول doesn't, والفعل في المصدر اللي هو eat doesn't eat. في حالة السؤال في زمن الـ present simple هنستخدم طبعا does في بداية السؤال وبعدين الفاعل سواء he أو she أو it, وعدنا هنا كلمة ever تمام, بنستخدمها في حالة السؤال وبحطها بين الفاعل وبين الفعل اللي فين اللي في المصدر. Do you ever listen to music؟ بحب أسألك عن خبرة أنت تعرضت ليها. طب هنا أنا هجاوب على السؤال اللي بيبدأ بـ does إزاي؟ تمام, يا اما بيس يا اما بنو. طيب هنا هستخدم ايه؟ هستخدم ظروف التكرار. تمام, انا عندي does وبعدين الفاعل هي اور شي, وبعدين هيكون عندي كلمه ايه ايفا, وبعدين هجيب انفينيتيف فعل فين في المصدر في نهايه الجمله طبعا question mark. تعالوا نشوف دلوقتي سؤال, هل في زمن المضارع البسيط اما ابدا السؤال بدو لما يكون طبعا الفاعل يوم او وي او ذي, وبعدين هجيب عندي ايفا, وبعدين هجيب infinitive فعل في المصدر في نهايه الجمله question mark, او هبدا السؤال بدز لما يكون عندي فاعل مفرد غائب هي شي ات, وبعدين هجيب كلمه ايه بعد الفاعل كلمه ايفر, وبعدين هجيب الانفينيتيف والكويستشن مارك. طيب احنا اتفقنا ان دو هجاوب يس او نو, داز هجاوب يس او نو. انا هنا هقسم ظروف التكرار. لو انا جاوبت بيس هستخدم اولويز في الإجابة, أو usually, أو often, أو sometimes. طب لو جاوبت بنو هستخدم مين من ظروف التكرار؟ هستخدم اتنين, هستخدم hardly ever or never. وهنأكد طبعا إن يكون عندي الفاعل في الإجابة I, you, we, they, هنجيب الفعل طبعا في المصدر من غير أي حرف زيادة. ولما يكون عندي فاعل مفرد غائب هي شي ات, هضيف للفعل حرف الاس او اي اس او اي اي اس. في الاجابه طبعا بجاوب بيس, وبعدين عندي الفاعل, وبعدين عندي ظرف التكرار, وبيكون عندي بعد كده الانفينيتيف الفعل في المصدر, او الفعل طبعا محطوط له اس اي اس اي اي اس وباقي الجمله. For example, do you ever listen to music? Yes, I always listen to music. طب سألني بيقول do you ever listen to music؟ فبقول له yes, I sometimes listen to music. Do you ever listen to music? Yes, I usually listen to music. طيب بيسأل واحد تاني بيتكلم عنه فبيقول ايه, does he ever listen to music? Yes, he always listens to music. Yes, he sometimes listens to music. Yes, he often listens to music. طب في حالة الإجابة بنو هنتكلم طبعا احنا عندنا ألف ب سؤال بنكتشويت ان yes or no بعدها طبعا كومة فصل السفلى في نهاية الجملة بحط فول ستوب لأنها جملة خبرية.
مين اللي بيجي بعد يس او نو؟ زي ما اتفقنا بيجي الفاعل، وبعد كده بجيب عندي ظرف التكرار، وبعدين بجيب طبعا الفعل في المصدر او الفعل محطوط له اس، يعني هنا فيرب بلس اس اور اي اس اور اي اي اس، وبعدين بقيه الجمله وفي الاخر فول ستوب. اتفقنا ايه ظرف التكرار اللي انا هستخدمه في الاجابه بنو؟ هستخدم يا اما هارد ايفر يا اما نيفر. فجي كده بيسالني بيقول لي دو يو ايفر لسن تو ميوزك؟ نو اي هاردلي ايفر لسن تو ميوزك. طبعا انا عندي في المثال الاول ال واحده. المثال الثاني بيسالني برضو بيقول لي do you ever listen to music؟ قلت له no I never listen to music. طيب كان بيسأل عن صاحبنا، فبيسأل بيقول does he ever listen to music؟ no he hardly ever listen to music. does he ever listen to music؟ no he never listens to music. وده كان طبعا السؤال في زمن present simple باستخدام do أو does وباستخدام ظرف التكرار. قلنا في الإجابة بيس هنستخدم always, usually, often, sometimes. في الإجابة بنيفر عندي ظرفين بس هستخدمهم اللي هما hardly ever or never. هنا بنتكلم على النيجاتيف في حالة الـ present simple. زي ما قلنا قبل كده عندي does هحط بعدها not هيبقى عندي doesn't، ودو هحط بعدها not هيبقى عندي don't. Okay. For example he doesn't wear a wig. doesn't plus infinitive. She doesn't wear a wig. It doesn't wear a wig. طيب في حالة المفرد المتكلم I don't wear a wig. We don't wear a wig. Don't plus infinitive من غير أي حرف زيادة. They wear a wig. طب لو جينا ننفي الجملة هنا هنقول إيه؟ تمام. ها؟ هنقول إيه؟ They don't or doesn't. Very good. They don't. Wear or wears. Very good. Wear a wig. You wear a wig. طبعا هنفي الجملة هنا اقول ايه؟ You don't or doesn't. Very good. Don't. Wear or wears. Wears. Wear or wears. لا wear a wig. دايما don't or doesn't هجيب الفعل من غير اي حرف زياده من غير اي اضافات. اسالني هنا بيقول لي does you ever listen to music؟ yes I always listen to music. yes I usually listen to music. yes I often listen to music. yes I sometimes listen to music. طيب always لما نستخدم yes، usually مع yes، often في الاجابه بيس، sometimes في الإجابة بيس. أما في حالة الإجابة بنو، no I hardly ever listen to music. no is hardly ever or no I never listen to music. في حالة طبعا المفرد الغائب هي she it هنستخدم does. does he ever listen to music؟ yes he always listens to music. yes he usually listens to music. Yes, he often listens to music. Yes, he sometimes listens to music. يبقى في حالة الإجابة بيس، always, usually, often, sometimes. أما في حالة no، no, he hardly ever listens. يبقى أنا عندي no، ومعاها في حالة النفي hardly ever، وعندي No he never listens to music. No طبعا معاها never. دي كانت امثلة للشكل اللي احنا وضحنا بيه ازاي اسأل بدو والفاعل وever وdoes والفاعل وever والاجابة عليهم طبعا بيس or no. طيب شو دلوقتي practice with a partner. عندي في number one الفاعل you هي بتسأله عن الفعل listen to music، وطبعا هنا هنجاوب باستخدام ظرف التكرار usually. فقالت له do you ever listen to music؟ وانا عندي usually. طب لما اكون عندي usually هجاوب yes or no. very good. قال لها هنا yes I usually listen to music. number two الفاعل she والفعل اللي هنسأل عليه talk on the phone، وطبعا في الإجابة هنستخدم always. طيب هنا هنسأل نقول ايه does she ever talk on the phone؟
طيب لما يكون عندي always هنجاوب yes or no. very good هنجاوب yes. yes she always talks on the phone. عندي طبعا الفاعل هي والفعل اللي هسأل عنه درايف a sports car. وهنا عندي استخدم ظرف التكرار often. طيب انا هسأل هنا do or does. very good does. فاعل هي ثابت عندي كلمة ايفا والفعل عندي درايف a sports car. في نهاية الجملة question mark. هنا حدد لي ظرف التكرار اللي انا هستخدمه اللي هو often. واحنا قلنا often يبقى هنجاوب بيس هي often. وهنحط الفعل درايف حرف الاس درايفز a sports car. نمبر 4 الفاعل they have an accident. وهنا عندي ظرف التكرار اللي حدده لي hardly ever. طيب نشوف الفعل they هنسأل بدو or does. very good هنسأل do. do they ever. وعندي طبعا الفعل have an accident في نهاية الجملة question mark. هنا حدد لي hardly ever اجاوب yes or no. طبعا هنجاوب هنا بنو وهنقول نو كوما they الفاعل هنجيب ظرف التكرار هنا hardly ever have an accident في نهاية الجملة full stop. no they hardly ever have an accident. هنا عندي الفعل هي get a sunburn. وهنا هنجاوب طبعا باستخدام always. طيب لما يكون عندي الفاعل هنا هي هنسأل ب very good هنسأل ب does. والفاعل هي ever ايه get a sunburn question mark. هنا هنجاوب طبعا عندي always هجاوب طبعا ب yes. الفاعل هي ظرف التكرار عندي اللي هنستخدمه في الإجابة always. الفعل هنا طبعا get هنضيف له حرف الاس gets a son bear. طيب هنا بيسأله بيقول له يوم والفعل هنا put on makeup. وهنا ايه طبعا هو طبعا مكسوف منه فهيجاوب بايه بليفر. طبعا عندي الفاعل دو الفاعل sorry you يبقى هنسأل بدو يو ظرف التكرار هنا اللي ثابت مع ايفر put on makeup. طبعا هنحط داش بالميك اب عشان ده ما يداش معنى تاني يبقى عندي ايه ميك اب. فطبعا هنا نيفر هنجاوب بايه نو هنحول الضمير يو للضمير اي ظرف التكرار عندي هنا نيفر محدش يتلخبط بين ايفر ونيفر. ايفر في السؤال ونيفر في الإجابة بنو no I never put on makeup. هات الجملة full stop. طبعا الفعل هي wear a wig وهنا هنستخدم ظرف التكرار sometimes. طب هنسأل بإيه very good نسأل ب does he ever. وطبعا الانفينيتيف وير من غير اي حرف زياده اوج كويشن مارك. طبعا في الاجابه حدد لي هنا سام تايمز يبقى انا هجاوب يس اور نو. فيري جود هجاوب يس يس. الفاعل طبعا هي ظرف التكرار عندي سام تايمز. والفعل هنا وير هنضيف له حرف الاس يبقى عندي ويرز اوج في نهايه الجمله فول ستوب. سؤال كمان هنكونه والفاعل هي تيك اناب. وهنا هنجاوب استخدم يوجوالي. طب لما يكون عندي الفاعل هي نسأل بدو اور داز. فيري جود داز هي ايفر تيك ايه جود اناب في نهاية الجملة كويستشن مارك. وقال لي يوجوالي يبقى هجاوب ب يس يس. الفاعل هي هنزل بيه زي ما هو
بعد طبعا يس هجيب هنا ظرف التكرار يوجوالي اور يوجوالي، وهضيف للفعل تيك حرف الاس تيكس انا في نهاية الجملة فل ستوب. يبقى شفنا ازاي نستخدم طبعا ظروف التكرار في الإجابة على السؤال اللي بيبدأ بدز اور دو وبعدين الفعل وبعدين ايفر. طبعا هنا عندي السونج بعنوان Do you ever drive a sports car؟ هنسيبها لكم طبعا تقرأوها. شوف اكسرسايز على الدرس بتاعنا. نمبر 1 سيركل ذا اود وان اوت اند ريبليس ات وذ ا كوريكت وان. نمبر 1 عندي يوجوالي يوجوال، عندي اوفن، وعندي نيفر. طبعا انا يعني عندي الكلمه المختلفه فيري جود يوجوال. طبعا عندي ظروف تكرار هنجيب ان يوجوالي. نمبر 2 ويرز فولز بوتس هاز. لاحظ كده ان الافعال دي ان فين هتفضل لها حرف الاس اكسبت هاز. فور اكزامبل هنجيب طبعا الفعل جيت ونضيف له حرف الاس يبقى عندي جيتس. نمبر 3 تيك ساين جيتس توك. طبعا الفعل تيك انفينيتيف مصدر يعني من غير اي حرف زياده، ساين انفينيتيف وجيتس ضفنا له حرف الاي الاس طبعا هنا الاي المختلف وتوك انفينيتيف. طبعا انا ممكن احذف الفعل الحرف الاس من الفعل جيتس ويبقى عندي جيت. نمبر 4 هارد سام تايمز اولويز. طبعا هارد هنا عندي ان ادجكتيف صفه وبقيه الكلمات سواء سام تايمز يوجوالي اولويز ظروف تكرار، فهنجيب طبعا نيفر اور هاردلي ايفر. نمبر 2 ري ارينج ذا فولوينج تو ميك ا مينينج فول سنتنس. طبعا بنرتب الكلمات علشان نكون جمله ليها معنى. قلنا يا جماعه مفيش حاجه اسمها 1 2 3، الجمله بيتعمل لها ريرايت تاني. نمبر 1 اون داز شي ميك اب بوت، وعندي ايفر وفي نهايه الجمله في كويستشن مارك. يبقى ده سؤال بيقول داز الفاعل هنا شي، عندي هنا ايفر والانفينيتيف بوت اون ميك اب في نهايه الجمله question mark. number 2 hardly have ever I accident and في نهاية الجملة في الستوب جملة خبرية، يبقى ندور على الفاعل في الجملة اللي هو I. اوكي وهنشوف هنا بعد كده ظرف التكرار اللي هو hardly ever وبعدين هنا عندي have وبعدين عندي an accident، فكأنه بيقول I hardly ever have an accident. number 3 music to she listens often the في نهاية الجملة في full stop. طبعا الجملة خبرية هنبدأ بالفاعل اللي هو she. عندي ظرف التكرار هنا often اللي بيجي قبل الفعل الرئيسي اللي هو listens. she often listens to music في نهاية الجملة فول ستوب. سورسايز نمبر 3 رايت ان ايميل، وده هيكون طبعا الهوم ورك بتاعنا. رايت ان ايميل تو يور فريند عماد اباوت يور فيزيت تو ا فيلم ستوديو يور نيم از سامح. هنفكر بعض ان انا عندي راسل ومرسل اليه وموضوع الايميل. خلي بالنا رايت ان ايميل تو يور فريند عماد، شوف عماد ده هيطلع ايه. Your name is سامح، هنشوف سامح ده هيطلع ايه. وعندي هنا about your visit to a film studio ده المقصود بيه. في نهاية حلقتنا اللي اتكلمنا فيها على زمن the present simple، شفنا ازاي نستخدم ظرف التكرار، شفنا ازاي نستخدم sometimes always never some usually hardly ever and never، ازاي نسأل سؤال عن الخبرة الشخصية باستخدام do you ever does he ever، ازاي طبعا نجاوب عن السؤال بيس او نو، واتكلمنا طبعا عن الزمن المستقبل القريب باستخدام going to. اتمنى طبعا انكم تكونوا استفدتوا النهارده معانا من حلقات بسهولة، ونشكر كل الأصدقاء اللي بيعملوا لايك وكومنت على الحلقات بتاعتنا. لكن ما تنسوش لايك وكومنت وشير الحلقات بسهولة.